دي بقى. المساكني سجل في مرمى الريان ما ننساش، وسجل في مرمى المرخية ويسجل، واحد صفر للعربي اللي يعتلي الصدارة حتى إشعار آخر. حتى الآن بهذه النتيجة العربي على قمة بطولة الدوري برصيد 12 نقطة وبفارق نقطتين متصدر، بينما الشمال بستة نقاط في الترتيب السادس، راح على اليمين حطها له على الشمال، يا جماله يا جماله على الشمال.